السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو لي فيغور دو سيل اللي كاينين في لوغومون اوتوبيوغرافيك لا بواطا ميرفي دو احمد الصفريوي، وبالضبط غادي نهضروا على لي فيغور دو سيل اللي كاينين في لو شابيتر 5 اي لو شابيتر 6. ديجا في الفيديو اللي قبل شفنا لي فيغور دو سيل اللي كاينين في اربعه ديال لي شابيتر الاولين، يعني جمعت ليكم الفصول بربعه الاولين وجبت ليكم لي فيغور دو سيل اللي كاينين في هاد السيره الذاتيه وشفناهم في الفيديو السابق. في هاد لا فيديو غندير غير جوج ديال لي شابيتر اللي هما الشابيتر 5 و 6، وغادي نشوفوا اشنا هما لي فيغور دو سيل اللي كاينين فيهم، حيت لقيت بزاف تاع لي فيغور دو سيل. الا زدت درت اكثر من جوج ديال الفصول غيجي الفيديو طويل بزاف، داكشي علاش قررت انني كنت باغا نمشي في الاول، باغا نمشي باربعه ديال الفصول باش نسالي بالزربه، مي لقيت بزاف بزاف ديال لي فيغور دو سيل المهمين بطبيعه الحال، وخصكم ضروري تكونوا عارفينهم، داكشي علاش قررت نمشي بجوج ديال لي شابيتر ماكس حتى لثلاثة باش نكملوا ان شاء الله لي فيغور دو ستيل اللي كاينين في هاد الروايه هادي. نتمنى انكم تفاعلوا مع لا فيديو، تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، ما تنساوش تابونوا في لاشين ديالي الثانيه soutien.com، راه كاينه في صندوق الوصف دخلوا تابونوا، حتى هي كنلوح فيها دروس وكندير فيها مراجعه لهاد الشيء هذا اللي كنلوح في هاد لاشين اللي هي قناه تفوق بامتياز. ما تبخلوش عليا بجام، كيف عارفين ان باش نقراو نعاودوا نقراو هاد السيره الذاتيه ونجبدوا لي فيغور دو سيل ونكتبوهم ونسجلوا لا فيديو كياخذ شويه ديال الوقت. نتمنى انكم ما تبخلوش لنا بجام، ومرحبا بالاقتراحات ديالكم في لي كومونتير. نبداو على بركه الله باول جمله ديالنا. Je n'avais jamais vu le maître du Mcid aussi souriant que ce mercredi. عمرني شكون اللي داوي هنايا لو ناراتور الراوي ديالنا اللي هو سيدي محمد، قال لينا عمرني شفت لو ماتر دو مسيد يعني الفقيه ديال المسيد مبتسم وضاحك بحال هاد الاربعه هادي. هنا كنلاحظوا انه كيقارن لنا يعني هاد الفقيه هذا يعني كيقارنوا في الايامات العاديه مع الاربعه بالضبط. يعني هنا عندنا اوسي كو، هاد اوسي كو هي اوتي دو كومباريزون، اداه ديال المقارنه. اذا الفيغور دو ستيل هو الكومباريزون، غادي نكتبوا هنا كومباريزون. Les vieilles nattes changées et remplacées par des nattes neuves. كيف شفنا حنا انهم بغاو يعاودوا يجددوا المسيد بالمناسبه ديال عاشوراء، وبداو كيديروا فيه كيقادوا فيه كيعاودوا يصبغوا وكيبدلوا الاتات ديالو. يعني قال لك حيدنا دوك الحصاير القدام وتبدلوا الحصاير القدام بحصاير اللي هما جداد. لا فيغور دو ستيل اللي عندنا هنا هو لونتيتاز، يعني عندنا لي في يعني داك الحصاير اللي صافي رشاو، وعندنا هنا نوف يعني حصير جداد وحصير قدام. لا فيغور دو ستيل هنا هو لونتيتيز، غادي نكتبو هنا اونتيتيز. سو ديموند عبد القادر، هاد الشيطان هذا اللي هو عبد القادر، يعني قارنو عبد القادر. هاد عبد القادر شكون هو؟ هو لاسوسي ديال مولاي العربي العلوي، هو اللي كان الشريك ديال مولاي العربي العلوي، راجل العيشه اللي هو كيصوب البلاغي، كان دالي حب وتبن كي كنقولوا، وقارنوه لينا بواحد الشيطان، يعني مقارنه وما كايناش الاداه ديالها. لا فيغور دو ستيل هو الميتافور، اذا هنا غادي نكتبوا ميتافور. لو باشا لو بريفو اي لو سبير، يعني الباشا ودوك الناس اللي خدامين معاه، هنا كيعدوا لينا فدوك الناس اللي كانوا تدخلوا في القضيه ديال عبد القادر. لا فيغور دو ستيل هو لي نيميراسيون، يعني التعداد. جو ريسيتي ما لوسون كوم دو كوتيم، يعني بديت كنعرض في الدرس ديالي كيف العاده. هنا عندنا لا فيغور دو ستيل هو الكومباريزون، لوتي دو كومباريزون هي كوم. Les objets ne me reconnaissaient plus, ils me posaient un visage aussi. Les objets, هما دوك الاشياء اللي عند سيدي محمد في لا بواطا ميرفي ديالو، قال لك دوك الاشياء ما عرفونيش، عطاوني كما كنقولوا واحد الوجه واحد اخر، وجه غريب ماشي كيف العاده. يعني سيدي محمد مني بغى يحل ديك لا بواطا ميرفي وبغى يخدم ليماجيناسيون ديالو، ما خدماتش ليماجيناسيون، والاشياء اللي كاينين لي زوبجي ما تحولوا لتا شي حاجه. هنا الاشياء ما عندهمش وجه، يعني هنا لا فيغور دو ستيل هو البيرسوني فيكاسيون، غادي نكتبو هنا بيرسونيفيكاس. دي سيكل باسير، يعني دازو قرون وقرون، بحال شي واحد مثلا غبرتي عليك يقول لك قرن هذا ما شفتك، يعني هنا كنبالغو. الفيغور دو ستيل هو ليبربول، غنكتبو هنا ايبربول. تي دو موغيغ دو فا، يعني غادي تموت بالجوع، ما كاينش واحد غيموت بالجوع. هنا ثاني لا فيغور دو ستيل هو ليبربول، هنا كنبالغو ثاني، غادي نكتبو ايبربول.
Seules nos bonnes et nos mauvaises actions pèseront dans la balance. يعني فقط دوك الاشياء الزوينه والخايبه اللي كنديروا هما اللي كيداروا في داك الميزان يوم القيامه. يعني هنا لا فيغور دو سيل ولا اونتيتي حيت عندنا بون شي حاجه زوينه وموفيز شي حاجه خايبه. جوج ديال الكلمات مضادين فارقهم شي حاجه. لا فيغور دو سيل هو لونتيتيز. غنكتب هنا اونتيتيز. Le jour où le fils ne peut venir en aide à son père, نهار اللي الدري ما يقدرش يجي باش يعول الاب ديالو. Ou le jour où le père ne peut dérober les enfants de son sang, الاب ما يقدرش حتى هو يعاون الاولاد ديالو اللي من الدم ديالو. يعني داوين على اليوم ديال القيامه يوم الحساب. كنلاحظوا هنا ان عندنا واحد الكلمه كتعاود في البدايه. هنا عندنا لو جور وهنا ثاني عندنا لو جور. في البدايه تاع الجمله الاولى كاينه لو جور وفي البدايه تاع الجمله الثانيه عندنا لو جور. كلمه كتحتفظ بالمكانه ديالها في البدايه ديال الجمله. لا فيغور دو سيل هو لانافور. اذا هنا غادي نكتبوا انافور. نتمنى انكم تكونوا شديتوا معايا لي فيغور دو سيل. كل مره كنبقى نعاود نشرحهم ملي كنكون نبغي نجاوب على شي جمله باش يترسخ لكم داكشي في الدماغ ديالكم. ال جاكاسي expliquer, gesticuler, tendez le cou pour entendre de nouveaux hurlements. Elle, يعني العيالات بزاف, jacassé, يعني كيبقاو, يعني كيديروا بحال داك الصوت ديال الديب. expliquer, كيبقاو يفسروا لبعضياتهم. gesticuler, كيتحركوا بزاف. tendez le cou pour entendre de nouveaux hurlements, كيجبدوا في العنق ديالهم باش يسمعوا واحد الصراخ, داك لي هورلومون وداك الصراخ اللي هو شديد. يعني لا فيغور دو سيل اللي عندنا هنا هو لينيميراسيون. اول فيغور هو لينيميراسيون حيت كيعددوا لينا اشنو كيديروا هاد العيالات. يعني كيبداو يغوتوا كيتحركوا. يعني هنا عندنا التعداد. وفي نفس الوقت عندنا واحد لا فيغور دو سيل واحد اخر نكتبوا بعدا اينيميراسيون. في نفس الوقت هنا عندنا المبالغه, عندنا ليبربول. غادي نكتبوا هنا ايبربول. الجمله المواليه ديالنا دائما هاد الجمله مخودين من لي شابيتغ اللي قلت لكم. فقط كناخذ ديك الجمله اللي غيبان لكم فيها الفيغور دو ستيل حيت لجيت نكتبها كامله غادي نولي ناقله الفصل كامل. عندنا هنا دان نوار لويزون. نوار هو شي حاجه اللي هي كحله ولويزون شي حاجه اللي مضيئه. يعني جوج ديال الكلمات اللي هما مضادين وكاينين حدا بعضياتهم وما فارقاهم حتى شي حاجه. لا فيغور دو ستيل هو لوكسيمور. ان ايترنيل سورير. واحد الابتسامه اللي هي ابديه. ما كاينش شي حاجه اللي هي سميتها ابتسامه ابديه. يعني الانسان لا ضحك دابا يقدر غدا ما يضحكش, يقدر من هنا ساعه ما يضحكش. يعني هنا غير كنبالغوا. يعني لا فيغور دو ستيل هو ليبربول. غادي نكتبو هنا ايبربول. طو او طار يعني عاجلا او اجلا. يعني جوج ديال الكلمات مضادين. لا فيغور دو ستيل هو لونتيتيز وفارقاهم. علاش درنا اونتيتيز وما درناش اوكسيمور؟ حيت فارقاهم هاد وهادي. دي طور دو لارم لوي انوندير لو فيزاج. يعني واحد السيول ديال الدموع اللي هابطه ولا اللي عمرات ليها الوجه ديالها. لا فيغور دو ستيل اللي عندنا هنا ليبربول. مبالغه في نفس الوقت. علاش؟ حيت يعني عندنا واحد الكميه كبيره ديال الدموع وفي نفس الوقت قارن لينا دوك الدموع اللي هابطين بواحد السيول. يعني ما يمكنش العين غيهبطوا منها سيول. لا فيغور دو ستيل هنا هو ليبربول وفي نفس الوقت الميتافور. غادي نكتبوا ايبربول. ليبربول بانت في العدد الكبير ديال الدموع اللي نازله والميتافور بانت لينا في دوك السيول. اذا غنكتبوا هنا ايبربول او ميتافور. سيت ان نون بيو اونيت اي كورتوا انفير تو لو موند. هو واحد الرجل اللي تقي زعما مؤدب وكيعرف يهضر يعني مع كلشي. لا فيغور دو سيل اللي عندنا هنا هو لينيميراسيون. يعني كيعدوا لينا الصفات ديال هاد الشخص هذا. غادي نكتبوا هنا اينيميراسيون. pendant des jours et pendant des nuits. يعني ايام وليالي. يعني عندنا النهار والليل. عندنا جوج ديال الكلمات مضادين بعاد على بعضياتهم. لا فيغور دو ستيل هو لونتيتيز. غادي نكتبو اونتيتيز. ان اكلا دو غير
تخوبلا ان اكلا دو ريغ واحد الانفجار ديال الضحك اللي زعزع لينا تخوبلا لاتموسفير يعني اللي زعزع لينا الجو ما كملتش الجمله هنايا لا فيغور دو ستيل هو ليبربول يعني ما كاينش انفجار ديال الضحك شي واحد اللي كيكون ضحك بجد كنقولوا راه تكرشخ بالضحك انفجر بالضحك هنا كنبغيو البالغو غادي نكتبوا هنا ايبربول لا فورس دو مي كورد فوكال بجميع القوى ولا بجميع الحبال الصوتيه ديالي يعني كان مثلا غوت واستعملت جميع الحبال الصوتيه ديالي ولا غوت حتى صافي الحبال الصوتيه ديالي بغات تقطع لا فيغور دو ستيل هو ليبربول يعني كيبغي يبالغ لينا غادي نكتبو هنا ايبربول هي الجمله الصراحه خاصها تشرح في لو باساج تقرا لو باساج وتشرح ديك الجمله باش كتبقاو غاديين في السياق ديالها باش تفهموا اشنو بغى يوصل لينا لو ناراتور جالي اختي ما مير دوموندي سكور فاطمه بزويه رحمه اي ميم امونيني زينب عيطت على ماما وطلبت النجده من فاطمه بزويه ومن رحمه وحتى من العدوه ديالي زينب يعني هنا سيدي محمد كيعدد لينا الناس اللي عيط عليهم يعني لا فيغور دو ستيل اللي عندنا هنا هو لي نيميراسيون غادي نكتبو هنا اي نيميراسيون دو بلور اي ديكلا دو رير بلور البكاء اي ديكلا انفجارات سمينا الضحك يعني اكلا دو ري غير تنفجر من الضحك كتبغي كتبالغ ميمكنش غتنفجر يعني لا فيغور دو ستيل في هذه الجمله هذه فيها ليبربول ولا خدينا من هنايا دو بلور اي ديكلا دو ري عندنا بلور البكاء ضد الضحك جوج ديال الكلمات مضادين بعاد على بعضياتهم اونتيتيز يعني في هذه الجمله عندنا لونتيتيز وعندنا في نفس الوقت ليبربول اذا هنا غادي نكتبوا اونتيتيز وغادي نكتبوا ايبربول نهار الامتحان الجهوي الا كتبتي غير وحده كتحسب لك صحيحه الا كانت مثلا ديك الجمله اللي عندك نهار الامتحان الجهوي فيها جوج ديال لي فيغور حتى لثلاثه ديال لي فيغور الا درتي غير وحده منهم راه كتحسب لك صحيحه هادشي علاش كتلقى واحد كيقول لك لا راه اونتيتيز الاخر كيقول لك لا راه ايبربول راه هي اونتيتيز وايبربول درتي ايبربول تحسب لك درتي اونتيتيز تحسب لك نوتخو كوا اي بلو بروبر كو لو تشي يعني القنت ديالنا الجانب ديالنا نقى من الجانب ديال الاخرين هنا قارنا الجانب اللي كان كينظف فيه سيدي محمد مع الدراري ديال المسيد بالجانب ديال المجموعه الاخرى لا فيغور دو ستيل هو الكومباريزون لوتي دو كومباريزون هي بلو كو غادي نكتبو هنا كومباريزون Je reviens à la maison mort de fatigue رجعت للدار وانا غادي نموت بالعياء فقط بغى يبالغ لينا سيدي محمد يعني صافي مابقاش قادر انه يستحمل العياء ماشي غادي يموت يعني لا فيغور دو ستيل هو ليبربول غادي نكتبو هنا ايبربول Je courais, je chantais, je battais. كان جري وشنو اخر ثاني كنغني وكان نصفق اول حاجه عندنا جو جو كتعاود في البدايه ديال كل جمله يعني لا فيغور دو ستيل هو لا نافور ثاني حاجه عندنا التعداد كيعدد لينا اشنو كيدير كيجري وكيغني وكيصفق اذا عندنا لينيميراسيون غادي نكتبو هنا اينيميراسيون لا باغيت دوفوني ان صابغ لا باغيت هي ديك العصا ولات سيف يعني قارنا العصا باش نولات بلا اداه ديال المقارنه اللي هي كوم ولا بلو كو ولا تيل كو المهم عندنا مقارنه بلا اداه قارنات لينا العصا بواحد السيف بلا اداه اذا لا فيغور دو ستيل هو الميتافور غادي نكتبو هنا ميتافور بيجو مابل اي كوفيرتور يعني الذهب والفراش والاغطيه هنا تاني عندنا التعداد ديال داكشي اللي كانت باعت لاله عائشه على قبل مولاي العربي لا فيغور دو ستيل هو اي نيميراسيون غادي نكتبو تاني هنا اي نيميراسيون لا قيصريه رونديفو دو توت لي زيليغونت دو لا فيل القيصريه هي المكان اللي كيتجمعوا فيه جميع العيالات الرائعات ديال المدينه ماشي غير العيالات الرائعات اللي كيمشيو للمدينه حتى العيالات حتى الطبقات الاخرين فقط هنا بغى يبالغ لنا سيدي محمد اذا هنا غادي نكتبو ايبربول غادي نديرو ليبربول لي غازوي دي فام لي غازوي هو داك الصوت هو داك كاكاكا اللي كيديروا الدراري الصغار قبل ما يطلقوا يعني قبل ما يوليو يهضروا مزيان الصوت ديال لي بيبي يعني قارن لينا سيدي محمد الصوت اللي كيديروا دوك العيالات في القيصريه بالصوت ديال لي بيبي بلا اداه ديال المقارنه اذا لا فيغور دو ستيل هو
الميتافور غادي نكتبو هنا ميتافور. ديبلي لا بيس لا روبلي يعني داك السيد اللي كيبيع السلعه اللي كيبيع الحوايج ديبلي لا بيس يعني كيحل البياسه كيجبدها من البلاستيكه ديالها ملي ما كتعجب السيده كيعاود لا روبلي كيعاود يطويها ثاني ويرجعها للمكان ديالها. يعني هنا عندنا ديبلي او روبلي جوج ديال الكلمات مضادين بعاد على بعضياتهم يعني لا فيغور دو ستيل هو لونتيتيز. اذا هنا غادي نكتبو اونتيتيز. فوزي مونتر دون باسيون سون ليميت يعني كيعبروا على واحد الصبر اللي ما عندوش نهايه. حتى واحد ما عنده صبر غير محدود هنا فقط كنبالغوا. اذا غنكتبوا ايبربول لو سيرمونيال دو مارشونداج الاحتفاليه ديال البيع والشراء. يعني سيدي محمد هنا قارن لينا داك البيع والشراء اللي دار ما بين لاله زبيده وما بين دوك ما بين داك البائع ديال الحوايج بواحد الاحتفاليه. يعني هنا عندنا مقارنه ديال داك البيع والشراء بالاحتفاليه بدون اداه لا فيغور دو ستيل هو الميتافور. غنكتبو هنا ميتافور. ليجيرمون بلو فونسي كو لو تيسو يعني شي زواقات تويشيات كانوا غامقين اكثر من الثوب بحد ذاته. يعني هنا عندنا مقارنه ما بين توب من بين دوك الزواق واللوان اللي كاينين فيه. لا فيغور دو ستيل هو الكومباريزون و لوتي هي بلو كو. غادي نكتبو هنايا كومباريزون. إل غومي ألالا كنزة ساساتينات نواغ عطات الأم ديالي عطات لالا كنزة اللي هي الشوافة داك التوب الأسود اللي كانت وصاتها تشري ليها من القيصرية. لوي غوندي صاموني ورجعت ليها الصرف اي مونطا لي سكالي وطلعات في الدروج. يعني لالا زبيده ملي دخلات من القيصريه اول حاجه عطات لالا كنزه الثوب اللي وصاتها تشري ليها، ثاني حاجه رجعات لالا كنزه الصرف، ثالث حاجه طلعات البيت ديالها اللي كاين في الدوزيام ايطاج. يعني هنا عندنا واحد الترتيب واحد التسلسل ديال الاحداث. ملي كيكون عندنا تسلسل ديال الاحداث الفيغور دو ستيل هو الغراداسيون. الغراداسيون ملي كنبداو نقولوا الاحداث بالتسلسل هذاك هو لا فيغور دو سي. جو ديزيري اون بوتيت غلاس روند كوم لا سيان. يعني سيدي محمد كان تا هو كيتمنى تكون عنده مرايه دايره بحال ديال لا سيان يعني بحال ديال زينب. يعني هنا سيدي محمد قار لينا المرايه اللي باغي بالمرايه بحال اللي عند زينب. لا فيغور دو ستيل هو الكومباريزون و لوتي دو كومباريزون راه هي كوم. اذا هنا غادي نكتبو كومباريزون. قال ما بوندونا دون زانكو خلاتني في واحد القنتو هملاتني يعني لالا زبيده هملات سيدي محمد. موليسا غونيفلي امونيز وخلاتني تما تنخسس على الخاطر ديالي. لو كور غرو يعني القلب ديالي عامر ومنفوخ. لي ليفغ وبودوز اي سون فيرما دون سا كويزين ومشات سدات عليها في الكوزينه كتشقى. هنا كيقول لينا سيدي محمد التعداد اشنو دارت ليه الام ديالو اللي هي لالا زبيده. يعني لا فيغور دو ستيل هو لي نوميراسيون. دي جلابه دون بلونشور دو لي يعني جلالب اللي هما بيضين البياض ديال الحليب. يعني قارنا داك البياض تاع الجلابه باللون ديال الحليب وما عندناش اداه ديال المقارنه. لا فيغور دو ستيل هو الميتافور. غادي نكتبو هنا ميتافور. إلا تريت كوم صافي كان كيتعامل معها بحال بنتو. يعني هنا عندنا لوتي دو كومباريزون هي كوم. غادي نكتبو هنا كومباريزون. مباركة بارطاجا لا بون اي لا موفيز فورتون. مباركة تقاسمات كيما كنقولو لا بون الحاجة الزوينة والحاجة الخايبة ديال لا فورتون ديال ديك الثروة اللي كانت عند داك لونكل عثمان. لونكل عثمان كان لاباس عليه وحتى ملي مبقاش لاباس عليه بقات خدامة معاه هاد مباركة هادي وما مشاتش وخلاتو. يعني هنا عندنا بون و موفيز جوج ديال الكلمات مضادين فارقهم شي حاجه. لا فيغور دو ستيل هو لونتيتيز. دو فو دو غير يعني التسطيه ديال الضحك مبالغه ما غاديش نتسطاو من الضحك فقط كنبغيو انبالغ. غادي نكتبو هنا ايبربول. نو غيون انو طوردغ يعني بقينا كنتلواو بالضحك. حتى هنا عندنا المبالغه غادي نكتبو هنايا ايبربول. لا روز لو توربون اي لاتيتود دو سي عثمان.
لا غوز يعني ديك الورده، لو تيغبون هي ديك الرزه اللي كيدير سي عثمان فوق راسو، اي لاتيتود دو سي عثمان والتصرف ديال سي عثمان. يعني هنا عندنا التعداد، يعني لا فيغور دو ستيل هو لي نيميراسيون، غادي نكتبو هنا اي نيميراسيون. كانت هذه هي اخر جمله في هاد لا فيديو، نتمنى انكم تفاعلوا مع هاد لا فيديو وما تبخلوش عليا بجام، والبارطاجو دعوه الاب ديالي وجميع الاباء ديال المسلمين بالرحمه والمغفره.